هلا بالصيف بالشتاء بيلعب دور حسب هاي. هلا بالصيف 3 ساعات 4 ساعات بيطلع بالنص بالصيف ياخذ ايه بيشرب المي اللي لازم يشربها يعني. بالشتاء لا يقل عن 7 8 ساعات دبل يعني. لا لا المي بارد هلا بالصيف المي دافي دغري بتعطيه جو. هلا هون شايف نحن بس انه حمص منقوع ايه منقوع بنعمل له هيك غسله صغيره غسله صغيره مشان ناخذه على السريع. كمان هو انا بالعاده ما برجع لكم فيه. هلا اليوم مبدا تكنيك سرعه بس نحن ما بنغطيه مشان ما يقشر. هلا بتلاقوا حبه حمص مقشره هلا برجيكم هون على المسلوق. ايه مقشره ايه مقشره لانه هذا كمان كان مستعجل يعني صاحب المطعم مستعجل فبيغطيها مشان تحبس حراره. طب تعطي هالقشر ايه هلا انا بدي اغطيه مشان اول شيء يحصر الحراره ينبر على السريع. فهذاك مثلا غطاها ونسيها 5 دقائق او 10 دقائق زياده هي هون غلط بيطلع لها قشر. ايه بتقشر بيقشر الحمص. طيب هلا سؤال الحمص بيعمل طبقه هو بس هي الزفره نحن بنقول لها زفره شلون اللحمه تمام. طيب لما تسلق اللحمه بيطلع لها زفره بدنا نقيمها هلا نفسها بدنا نقيم نفس المبدا بما معناه بتقش الزفره طبعا قبل ما تقش بتنوس تمام. هون بده يصير نفس لهبه الفول هون بنرد بنصير عاد شو بيقولوا نفس الدرجه ايه بننوس بنلقم. طبعا هون في فوران بالنسبه للحمص في فوران ولا يطلع هلا بنش الزفرة هيك تمام. هلا احنا بس هلا المي نزلت بس هلا نوصنا للغاز ايه نوصنا هلا انا لهبته قوية فما رضيت انه تمام نعمل لها هيك تمام. هني من الزفرة نفس مبدأ اللحمة بس قيموا الزفرة مرة واحدة بس خلص هي ما تطلع لها. هلا انت اذا مشان هون مشان تقطع الشك باليقين تحريكتين بس مو اكثر ما طلع شيء تمام. هلا بقى عمار هذه هلا بعد ما غليت قمنا الزفره وهلا حنحط التنقيمه تبعها هلا بنعير لها بعد ما هيك الشيء الزفره ما بدك تشوف هلا تقريبا دوق. هي الحمص بعد التلقيم بيقعد بين ال 30 لل 45 دقيقه قد ما كان حسب الكميه لا حسب الكميه الكميه بتلعب دور. في انواع برجع بقول لك تاخذ وقت استوى زياده في انواع بتاخذ قبل مثلا كذا فبدك تدوق. وهلا بقول لكم شلون تعرفوا انه هي الدرجه اللي انا لازم وقت اسحب الحمص تمام. انه هي الدرجه خلاص انا هون اقل شيء دغري بدي صفيه. هلا نحن كسيستم مطاعم لما بتستوي في القدر الحلل الكبيره بنصفيه وبنتركه اتركه اللي احنا بنقول له على امه يعني اتركه على روحه لا تقرب عليه ليصفي المي تبعه تمام. المي مشان ما تخبصه يعني صفينا المي بعدين بنقلبه على الصدر او اللي احنا بنقول له الصينيه بنشره مناشف حتى يبرد نستخدمه للفتات والهي او بنستخدمه حتى للطحن المسبحه بنفضل انه يكون صفى من ميته نهائيا. هلا طبعا المسبحه ما بده شطف بعدين بالغير بنفتح سبات المسبحه في منه في مطاعم تغسله بس احيانا بيخسر طعمه الحمص يعني تروح طعمه الحمص تبعه فهي خليها على احد الاسباب اللي هي طبعا للمسبحه. هلا شو عم نحط؟ هلا هدول يعني هي رح نحط هي هلا هي الناس بيقلون بس برجع بقول لكم انا بدي زيت يعني تقريبا شيء هلا كبير 20 جرام ولا 40 جرام؟ لا هلا اذا في ميزان غرامات ما بيطلعوا ما بتقدر تاخذ هي الي هي الكربونه بالكثافه اتقل صح مزبوط هي انت هلا انت كيلو الالي تبع ال شو اسمه تبع السلق تلاقي الكيلو تبعه مثلا هيك الكربونه تبع الفلافل تلاقي الكيلو تبعه نصه تقريبا نصه او لا اكثر من نصه يعني ثلثين. هلا هو كربوني مرة او الي الالي يعني ايه الالي ملعقة صغيرة تقريبا تمام كبيرة معلقة كبيرة هلا يفضل هلا حتى تعرفوا هلا بس ينحطوا الدول فوق منهم بعض شو هلا بيفوروا هلا شو حطينا هون؟ المبيض المبيض هلا يفضل تحطوا مثلا الالي بقرنة والمبيض بقرنة والمبيض بقرنة المبيض قديش كمان شيء معلقة نسب النسبة قليلة شوي هلا انا برجع بقول لكم زود الالي مشان استوي امن عليه على السريع الالي اكثر من المبيض
هلا نحن انا بسلق حله في مصنع هلا بحاول بكره هلا اليوم عندي بالمطعم صور لكم اياها بحط لها 200 غرام الي 100 غرام مبيض الحله هي ال 12 كيلو شو 12 كيلو هي طالع شيء 40 كيلو حمص 40 كيلو حمص ايه 40 كيلو حمص بنقوم ايه انا هون هنيك عندي بعير كميات كبيره قديش بحط له 40 كيلو 200 غرام الي 100 او 5 يعني بين 75 ل 100 غرام مبيض هذا 40 كيلو ناشف يابس لا 40 كيلو مسلوق مسلوق هلا نحن في سطل اللبن 5 كيلو يمكن كل بيعرفوا احنا بنعايره 3 يعني انا هاي الحله بعايره 3 هدول تقريبا 13 كيلو حمص هلا هن عمليا استووا هلا نحن لانه على السرعه اليوم غطيناها فليكوا القشر شايفين القشر تمام أشرت شوي كان نحن عاد انتهينا بالمسطحة شوي يعني هي أخذت نار زيادة هلا مو نار زيادة غطيت هي لو ما تغطت ما بتأشر بس برجع بقولكم نحن بس بسبب الوقت استعجل. بسبب الاستعجال إنه غطيناها مشان تستوي هلا هي مصنوعة غطية هلا نحن مثلا الفوقاني معناه خالص طفينا هلا ما بيأثر المهم ما يفوت هوا لجوا تاخذ تبريد بس هلا شو بدنا نسيب الحمص هلا مثلا هذا لبكره للسلق شو اسمه نحسن نتركه لانه هي ميته مو بتيجي تسميكه مثل تبع المطاعم يعني هلا انا هلا بحسن بتركه هلا بتركه لاخر الدرس هلا يعني ما نشوف هلا درجه الاستواء تمسك الحبه بيعمل هيك هلا هي لسه ها فيها لسه فيها هذا اللون الابيض معناتها كان لسه هي بدها 10 دقائق هلا نحن ما نحن نكمل لا لحالها بتعملها هيك هلا بخارته تستوي تاخذ هاي اللبة جوا كلها تستوي هلا كب المي تبعها لا لا ما بنعرف عرفت شلون؟ هلا إذا ما كان ما استوى إيدك بسرعة خذ حبة ها ما في مشكلة هلا إذا ما استوى شايف هلا في حبات استويت ليك ما في شيء خلص على البخار هلا بيكمل هلا على بخارة خلص حبة ما أخذت ترتاح هلا بيرجع على رياحتها طيب نحن شو؟ إذا على الأسد ونحن كاشفين نحن لازم ما بيأشر بس هلا أنا ملاحظتي على التأشير طيب بدها تضغط المي تبعها تزيده مي سخنة لا هلا أنت قبل ما هي ما شفت شلون كانت المي لفوق لفوق في في هيك يعني طيب إذا نقصت المي شو ساوي؟ ما بتزيد بركي ما استويت ما نضف لها مي وبيطلع هون ما نضف لها مي خلص لأنه أنت من قبل كنت حاط لك مستوى المي لهون تفرج وراك أنت من أساس اليوم ايه تمام يعني كان انا حاطط مستوى مي اجباري هلا لما هي ليكو هلا ليكو ميتهم ليكو ها يعني ما هالمستوى النقص الكبير شايف وين ميتها؟ عدى شوي قديش بدنا نسلقها تقريبا؟ هلا علقنا عليها اول الدرس قد ايش الساعة هلا؟ ساعة خمسة يعني بين استواء بين نص صفر للاستواء ساعتين تمام شو هيك دوائي تبع الحراره بقوايا احنا مشان مثلا انه احيانا شكشك هيك زيني او كذا انه يفضل بتكون مثلا بشكل معين نعم عرفت شلون لا كل هي اسلوب نفس انت بترجع للجماليه اللي انت بدك تعطيها اياها هذا للزينة ولا بشكل عام تقطيع هلا هو بشكل عام ولا للزينة بس هي انه مثلا ها شايف شلون طلعت انه مثلث شوي كذا يعني هي ما راح تجي بيرفكت تمام يعني بس يعني افضل من العشوائية ايه افضل من العشوائية يعني عشوائية ما بتعطي جمالية هي انه باين انه في هيك رح نقول لك اعتناء شوي شوي كذا طريقة التقديم تعب في كمان شيء بس لا بكفوا زيادة بحر ندور بس للزينة انه من جوا خبز عادي حصرا بتشتشها خبز السياحي شو في بقلبه حليب فالحليب بيدوب هاي بيروح بلبسه بيعجن على بعضه جهزوا بولة مشان تحطوا الخبز اللي فيه هذا خالص بس ياخذ لون طفيته مو طفيته شيء بس يحمل زيت ونسقطه ونط فيه الزيت تحته بس يتغير هلا انت احيانا نوعي بس نفس اللي عم تقول عنه الجحوز نفسه خبز مقمر خبز هيك جاهز خبز التسيين هاي والله ما حسيت فيها ما طعم اصلا لا والله طيب شوية ملح حط له ملح حطه بالفريزر حطه بالفريزر ايه
هلا انت مثلا بالنسبه للفول تاخذ وقت حسب مقدار الكميه. هلا نحن نشوف يعني لما بدنا نتبه انت يعني بتعتاز معلقه هيك لانه بدك تكسرها تحطوا مصانص اصنص مش فظيعه. هلا هون التوم نحن عم ندقه بدون ملح. ايه بدون ملح. هلا السبب السبب لانه بدي احط ملح انا على الفول ما يطلع مالح. شو ما يطلع هلا احنا بالبيت بيقولوا بيحطوا ملح مشان يضلوا يمسكوا التومات ما يسحبوا مشان يصيروا عجينه يعني. هلا انا عامل لك بالخلاط انا بضرب 50 كيلو توم بحط له كيلو توم. لا بقسمهم اكياس دغري بقسمهم اكياس بالملح يعني بنحطهم بنحط ايه اجباري بدهم يعني 50 كيلو اجباري بدهم كيلو ملح كلهم كلهم مع بعض. ايه بحط لهم تقريبا شيء ابريق مي تضربهم المكنه بتاخذهم عاد وهن فيهم عصاره مثل ما بيقولوا بيطلع. هلا يفضل تخلي كام عرق يعني هال 50 كيلو تحط لهم ما كمان انت عم تهدوا السطل بس مشان المكنه المكنه بس, بس, بس ايه انا بس اخذته السطل. انت عم تحط سطل 4 كيلو مثلا ل 50 كيلو توم شو عم تحط؟ ما عم تحط شيء انت يعني نسبه مثلا 5%. وبرجع بقول لك احنا كميات احنا في استهلاك يعني عنده 50 كيلو توم انا ما بعده عندي 6 ايام 7 ايام هاي الفترة ايه بيعدوا حتى 10 15 يوم بس اياك تفتح الكيس بس تفتح الكيس بس ياخذ بتسرع بخربانه. هلا اعطيني دمعة مي او عبوا لنا ابريق مي واعطوني اياه خلي لي اياهم حدي. اعطيني الحمض الليمون واعطوني بولة صغيرة هيك للحمض كمان لنساوي الملح حمض التوم كذا كل شيء لها ملح طاسة هيك صغيرة كمان نحطها هون. كافي هاي الصغيره ما في هيك يلا احنا مشان الذكرى تكون انه يعني ايه هو هيك هلا حتبر لك يا بس خلص يعني اطلع نجيب لك من فوق الصوره صغيره الصوره صغيره هيك الاغنيه لا لا ما هي اسمه خزانه كوري هلا لا انا هلا انتم صايمكم تشتغلوا بالليمون هلا زبط بس ما في ليمون هلا هنحط حمض الليمون حمض الليمون الحمضات هلا رح ندور الحمضات هون بعدين بنحطهم هون وحده بدي اخليها للزينه بدنا شي ريموت هلا انا عم ساي الحمض مي ايه هلا الحمض انا رح لك على عيار عبية يعني انا مثلا هاي رح نقول كيس الحمض او الاطراميز باخذها بعبية لو مقوبعة هيك شوي حمض الليمون حمض الليمون لسطل 5 كيلو مي. يعني هلا هي عمليا تقريبا بتطلع شي 250 غرام تمام ل 5 كيلو مي او سطل اللبن يعني نفسه سطل اللبن خلاص يعني هذا عياره حمض لا زياده ولا نقصان حسب في كم جاي غميره في كم جاي فايشه إيه. هلا هي فايشه ليش عم اقول لك هلا هذيك اللي بتجي البيضة بس اصغر هيك وغامقه شوي نفس العيار تقريبا خذوها قاعده انتو تشتغل بالناقص بعدين بتتزود هاي الحمض هون الحمض الليمون مع المي لبن هلا حنطبق البدوي كيلو لبن كله كامل مع القصة تبعه ما في مشكلة ملح والحمض نص معلقة معلقة ملح حمض ربع حاليا توم
معلقه واحده من المنزادين طبعا ما في شيء. فينا نحط توم على حلو كمان يعني توم توم او حبتين توم بتحسن تضربها مع الخلاط معه ما في مشكله. تمام يعني هو الحمض الليمون ليش حطيناه هلا ايش باري بده ملح وحمض وبدوي وكذا لانه هون هلا بنسبحها فيها بدوي مشان هيك خففت انا حطيت نص ملح ربع هذا عشان تعود باللبن. هلا المسبحه مثلا بتلاقي الكميه ها لا هون جامدين حرام روحوا هاي اثنين ثلاث معالق كفول زياده. طيب ممكن نحط طحينه بدون مسبحه هون؟ ايه هلا هذيك اسمها طراطور. طراطور هو لبن وطحينه. هلا هيك ما بده طحينه بقى؟ لا لسه بدي احط انا ما خلص. خلي يعصر مثل البارد. لا ما بيعصر شتين طحينة. والله طحينة تقريبا ما يعادل 100 أو 150 غرام. ما في داعي تكون عم يدور. ما في داعي. لأنه سائل أكثر من مبارد. انا رح زيد الطحينه شوي مشان تشد. لبنات مغشوشين هيك بدو صار جاهز. مستزوي الفته بسمنه ها اخذنا شوية ماي لو هلا هون في شوية حمص ما في مشكلة بس انه بالشيال او الكذا بيكون الماي لحاله. تمام اتركها يعني اذا انت متفرغ اتركها الى دقيقتين مثلا بس تغب الماي من ايم الزايد. هلا بدكم ما تتركوها وقت كتير تشتش الخبزة هاي واحدة. هلا نحن هلا بنحكي لكم كملاحظات مطاعم احيانا بنضطر مثلا الصبح لسه ما طلعت مريت الحمص بنعملها بمي يعني بنكون الحله اللي نحن فيها سفله اجباري اول شيء مي بعدين بنحط لها مريت الحمص اللي بتطلع. تمام احيانا بيجينا زبون بالمؤاخذه بدنا نمشي فالمي بنسقي وبنصفي بنسقي فورا وبنصفي عشان ما تشرب المي انا بس بدي سخن يعني هون مبدا تسخين ما وليس اكثر. اما مريت الحمص بتركها هيك شوي خليها تشرب طعمة الحمص. عرفتوا شلون؟ يعني احيانا انت بدك تضطري تمشي بدون مرقة حمص، ايه بمشيها ما في مشكلة. مي الحمص سخن الميات بس ليتشتشوا الخبز دغري يعني، عملت هيك واحد اثنين ثلاثة صفي. هلا هون حاجتهم حط الكبجاي هيك هلا في منهم بصفيها على الاخير ها لا تصير تنقط، أنا ما بدي إياها. بدي خلي فيها شوي تروح، ليش؟ هاي المي تخليها سخنة. يعني بتحافظ على سخونتها، إيم الدفة والخضرة والهدول خالصين ما عم تقول لهم شغل نهائيا. شوية هيك كم زبدية على الراديو. هلا هون ما بدنا لانه لا ملح لا كذا لانه انت عاملها نظامي عرفت شلون؟ هي ملحه التوم على الرغبه في قبل يقول لك يا مثلا انا بدي توم زياده بدي كذا زياده ما في مشكله هون معلقه صغيره. هلا مثلا حبيت هيك شويه توم تمام بس مشان تحط تكونوا معي مشان الفيديو هلا حطينا توم نحن ايه توم هلا انا نحن هاي تقريبا هاي نفس القياس اللي عندي هنيك بالطبيب هاي من نفس هلا انا اللي عندي لسه اصغر يعني هاي قد وحده ونص رح حط وحده والثانيه مو ضروري تكون مليانه باخذ من هون تمام نعمل لها وحده من النص سقسقت شو؟ سقسقت كلها يعني كلها شو مدمجه برد ناخذ شوي
تمام. يعني بما معناه انه لحتى تخفي الاغراض اللي ايه لا لا يعني انه ما يظهر لون الحمص او كذا خلاص انه ظهر تمام. هون ترجع للزينه هلا بنرجع خلينا نسقيهم حطوا السمنه ولا هلا ولا كله بدنا نحط فيه حمص هون ايه حطيت اه ما انتبهت لا انا ما قلت لك حطيت بدي حمص على الوش بس هلا مشان يعني بما معناه ما يتكتل الحمص كله قرنه واحده يعني يكون في تجانس بين المي وال عفوا الحمص والهي هلا شايف هون هاي كميه زبديه الخبز انه هذا شو عم تسقي شو بصير فيه نصه بيهمد بيهمد بيخفس تمام اجباري مثلا هذا العيار ممتاز هلا هلا الزينه مثلا حطينا من هون شوي آخر شيء ما في مشكلة خبز المقلي من هون هذا أساسي الخبز المقلي إيه بيعطي قرشة طيبة هلا مثلاً هو أساس بالفتات أساسه الخبز المقلي هلا في أشخاص بيطلبوا الفتة بدل الخبز العادي خبز مقلي يقول لك هاي مثلاً تعمل لي نفخة عرف شلون إيه فهون مثلاً بتحط بس الخبز المقلي بدك تصفي لا بدك تصفي فورا لانه طيابته الفته بخبز مقلي بقرشتها بتضل القرشه تبعه فيعني بس مثلا بس تاخذ يعني مثل الاربع خمس ثواني تاخذ طعمه الحمص بس فقط لا غير مرقه الحمص ومنصفيها رمان هاي شويه مكسرات البقدونس ما بفضلوا على الفتة لأنه بس تطشي السمنة بصير أسود طيب يعطي سواد رشة بابريكا رشة بهارات مشكلة كمون على الطلب عشان ما يعطي عرق مرار هلأ في شيء اسمه لما تطشي السمنة ريحة فواحة فمن وين بتجي؟ من التوم نعملها نقرة هون صحتين والفرن هلا السمنة فوق منها بقى ايه هلا صفيت بس السمنة نعم هلا بنظام مثلا اذا متواجد الرمان طبعا بس انه اذا متواجد الرمان لا تطش السمنة على الرمان لانه بتفقع من الحرارة هون السمنة كذا ايه بما معناه هلا هون انت بدك تنزل هون لانه على التوم عشان تعمل فواحة تفوح ريحة تمام لا تجيبها هلا لا افضل انه ينحط بقدونس على الفتات نهائيا إيه. بدك بدكم تحطوا بقدونس بعد الطش بعد ما تنطش السمنه لانه سخونه وبقدونس بيسود تمام طرت الشيء على جوا عم بي شوي تمام شايفين ايدي وين